وفي الخدمات وتلبية لمناشدات المواطنين، أوضح رئيس وحدة تنظيفات تكريت المهندس عمر محمود محمد إطلاق حملة واسعة لتنظيف شاطئ نهر دجلة والطرق المؤدية إليه، إلى جانب توسيعة بعض الشوارع وفتح أخرى، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم رمي النفايات إلا بمكانها المخصص. توجيه من المهندس عمر خليل الرمر مدير بلدية تكريت، وبعد مناشدات من أهالي تكريت حول نزلة الجسر اللي هي مسطح حوض نهر دجلة اللي تحت أسفل الجسر، قمنا اليوم بحملة كبرى بفتح طرق وتعديل الطرق وتعريضها مع آليات لرفع النفايات. من هذا المنبر نوجه أهالي تكريت وعوائلنا الكرام والشباب على أن يحافظوا على نظافة المنطقة وأن يجمعوا النفايات في مكان محدد لكي عليها تستعمل رفعها.